اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله. هو طبعا يعني النادي الاهلي دايما بيظهر في المواقف الصعبه دايما الحمد لله يعني، واحنا تعودنا من على مدار السنين ان النادي يعني في المواقف الصعبه بتظهر مبادئ النادي الاهلي ولعبه النادي الاهلي والجنة. وان شاء الله طبعا هو ماتش صعب يعني، بس احنا املنا في الله سبحانه وتعالى والنادي واللعيبه مع الجهاز الفني مع الاداره المحترمه مع جمهور، اتمنى الجمهور ان شاء الله يعني يبقوا بيساند الفرقه من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، وما نستعجلش الفوز لان احنا في الاول وفي الاخر 1-0 يصعب ان شاء الله باذن الله كاول مجموعه مفضلين بالنتائج اللي حققناها مع الاخرين يعني. فاحنا نتمنى بس اللعيبه ان شاء الله تبقى عند حسن الظن ان شاء الله يعني، ويقدوا عليهم، واحنا كجمهور هنساندهم في الملعب وايد واحده والاداره والاعلام وكله ان شاء الله من اجل صعود النادي الاهلي للدور التالي يعني ان شاء الله باذن الله. لكل اللعيبه قبل التحرك خلاص للملعب المباراه، تحب تقول لكل اللعيبه قبل المباراه دي؟ اولا ان شاء الله يعني احنا بنقول لهم احنا بنثق فيكم ثقه عمياء، ودي كاب والبطل، وان شاء الله ترجعوا احسن واقوى، بس احنا نتمنى ان شاء الله نحاول نستغل الفرص اللي تتيح لنا من اجل اسعاد الجماهير ان شاء الله اللي هي جايه لكم في عز البرد وفي عز الشتاء، والكابتن خطيب في عز مرضه راجل بيدعم النادي واداره النادي، فنتمنى منهم ان هم زي ما عودونا يفرحونا النهارده ويقدموا عليهم، والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله، بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا لله سبحانه. النهارده طبعا عايز اكلمك على مباراه الاهلي وشباب الثوره، مباراه مهمه والجمهور ان شاء الله يكون ليه كلمه السر في المباراه دي، لكن بتشوف الجيم ازاي؟ تتوقع مين يتالق من لعيبه النادي الاهلي في المباراه؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو هيبقى ماتش طبعا صعب بين الفريقين، لان شباب الثوره النهارده بتلعب برده على صعود، والاهلي كذلك، والاهلي ما عندهوش فرصه غير ان هو يلعب على المكسب اي نتيجه 1-0 او اي حاجه، واحنا على ملعبنا ووسط الجماهير وكل حاجه في ايدينا احنا، وان شاء الله طبعا زي ما الاهلي ما بيعملها كل مره على ملعبنا او بره، نتاهل ان شاء الله في الصعود ان شاء الله من دوري الابطال. احنا في فندق الاقامه بنشوف التركيز ازاي مع اللعيبه، يمكن اكيد يمكن بيتواجدوا بشكل مستمر سواء دخول المطعم او متواجدين قاعدين من التمرين، بتشوف حاله التركيز على لعيبه النادي الاهلي ازاي؟ هم مركزين جدا، وزي ما بيبقى مواعيدهم بتبقى مظبوطه، يعني مثلا لو وراهم حاجه 9 تبقى 9 بالظبط، ما شاء الله يعني منتظمين جدا ومركزين وفي حاله يعني تركيز عاليه جدا، وبالتوفيق ان شاء الله، ويا رب بس الماتش يخلص النهارده بفوز طبعا عشان مش فرحانين من الاستاد وكده. الرساله الاخيره لكل اللعيبه تقول لهم ايه؟ اقول لهم شدوا حيلكم، النهارده هنلعب على الصعود من دوري في المجموعات، وان شاء الله يعني نكسب 2-1 يعني، لو دخل فينا جون يعني لا قدر الله يعني. تمام، شكرا شكرا. توقعاتك لمباراة اليوم النهارده الاهلي وشباب الثوره، بتشوف كمان الجيم ازاي، وحابب تقول ايه للعيبه قبل المباراه المهمه دي؟ والله انا كنت مع اصحابي اللعيبه دلوقتي من شويه وقلت لهم شدوا حيلكم، لان بعد المباراه ده حياه وموت، يا بنبقى في البطوله ونكمل على الدوري، لان ده هيتاثر على الدوري برضه، لو قدر الله حصل حاجه النهارده هنتاثر على الدوري وهيبقى المستوى هيبقى مش كويس، فانا قلت لهم والله شدوا حيلكم، لازم تبقوا رجاله وتفوزوا المباراه باي نتيجه مش مهم، بس نامل لاخر المباراه وما نجيبش واحد نقعد نتدلع لحد ما يجي فينا واحد في اخر دقيقه، فلازم نغطي على الجون واثنين وثلاثه، لان الفرق اللي كان معانا في المباراه كلها ضعيفه، الفرقتين الافريقتين اللي احنا لعبنا على ارضهم لعبنا كوره ممتازه جدا، بس كان ينقصنا الاهداف وللاسف الشديد، بس ربنا ان شاء الله يسهل النهارده وهنفوز ان شاء الله، والجمهور الاهلي كله هيفرح، وبعد كده المنتخب يفرحنا، وان شاء الله باذن الله هنفوز وتبقى بطوله افريقيه في كله ان شاء الله، يبقى الاهلي بطل افريقيا والمنتخب بطل افريقيا ان شاء الله، وتبقى سنه سعيده علينا كلنا ان شاء الله. شوف كلمه السر النهارده حاجتين، هو الجمهور الاول وروح الفانيلا الحمراء، بتتفق معايا في الكلام ده؟ طبعا، هو من غير الجمهور والفانيلا الحمراء احنا يعني اللعيبه كلها هم عارفين نفسهم كده، هم اللعيبه بتقول لهم احنا فعلا بنيجي وعايزين نسعد الناس، الجمهور اللي عمال بتكلم مع اللعيبه كلهم بيقولوا لي احنا عايزين نسعد فعلا الجمهور، لان احنا عارفين المشقات اللي هم بيجوا من المحافظات كلها، والجو بيبقى ساقع، الجو بيبقى شتاء، بيبقى حر، بيبقى في كل توقيت هم بيحبوا يجوا عشان الجمهور يشجعوا الفريق الاهلي وكده وبتاع، فاحنا ان شاء الله قالوا لي بنفس اللفظ كده ان شاء الله هنعمل وهنبقى حسن عز الجمهور ان شاء الله النهارده ان شاء الله. بسم الله. حاج ناصر، طبعا في البدايه بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي، مباراه مهمه، عندنا ثقه في كل اللعيبه، بتشوف المباراه النهارده ازاي وشايف التركيز مع اللعيبه؟ انت متواجد في الفندق، بتشوف حاله التركيز ازاي مع لعيبه النادي الاهلي؟ والله التركيز عاجبني جدا، ان شاء الله ربنا يكرمنا، وان شاء الله ربنا يوفقنا وناخد دور الثمانيه ان شاء الله، نخش دور الثمانيه، وتوفيق اللعيبه وتوفيق الجهاز، وان شاء الله كلنا وكلنا معاك يا اهلي يعني، وان شاء الله خير يعني، ان شاء الله انا متفائل خير قوي قوي قوي.
كلمتين مهمين النهارده هتبقى الجمهور وكلمه السر وروح الفانيلا الحمراء هي دي اللي هتفرق مع النادي الاهلي، تتفق معايا في الكلام ده ولا لا يا حاج نصر؟ على ايه؟ روح الفانيلا الحمراء وكلمه السر هتكون جمهور النادي الاهلي، تتفق معايا في الكلام ده ولا لا؟ اه ده كلمه السر النهارده الجمهور صراحه. كلمه السر الجمهور وكل النادي وكل وبقول لك معاك يا اهلي والجمهور اللي عامل كبير جدا 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 خلي بالك، مش في مصر بس في اي حته في العالم كوره جمهور، من غير جمهور مفيش كوره. ما ينفعش واحد ممثل يحط على المسرح من غير جمهور، هيمثل لوحده يبقى هو كده دماغه مفوته. فهو ان شاء الله خير، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب وان شاء الله ربنا يعديها النهارده على خير ان شاء الله. انا بقولها لك ان شاء الله ربنا يعدي لك على خير من فضل اللعيبه المجتهده ومن فضل الجهاز وفضل النادي كله ورؤساء وكابتن محمود الخطيب وان شاء الله بدعواته، وهو راجل محترم وربنا يوفقه ونقول له بالبال ان شاء الله. باي باي. مستر كريم طبعا في البدايه كلنا بنتمنى النهارده التوفيق للنادي الاهلي، الجمهور متواجد، مباراه مهمه ومباراه صعبه، حابب تقولي الاول لكل اللعيبه وبتشوف النهارده المباراه ازاي؟ والله يعني انا الاول برحب بقناه الاهلي واتمنى يكونوا الناس انبسطوا معانا وقضوا معسكر، هو قصير شويه المعسكر ده بس الحمد لله كله ماشي كويس. اتمنى الماتش يمشي كويس طبعا، اتمنى طبعا الاهلي يكسب ويوصل، لان طبعا احنا عاوزين نشوف الاهلي بطل افريقيا وفي كاس العالم للانديه، فده مطلب لينا بس للناس كلها يعني. فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. وانا سمعت ان كمان في جمهور كويس النهارده مع ان الجو في اسكندريه النهارده شويه بدا الصبح شويه شتاء، بس الحمد لله الامور ظبطت وجمهور الاهلي طبعا يعني الشتاء مش شتاء هيقف في الاستاد يشجع وكلنا هنشجع مع الاهلي طبعا باذن الله. رسالتك ايه للجمهور؟ مطلوب المسانده والتحفيز والتشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه. مستر كريم تحب تقول لكل جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي انه يشجعوا كويس طبعا، وانه احنا داخلين على بطوله افريقيا والناس كلها هتشوف الماتش ده، فعاوزين نبقى يعني دايما صوره مشرفه لمصر، لان احنا دلوقتي خلاص داخلين على بطوله افريقيه، عاوزين الناس كلها تلتزم بالقواعد وبالامن وبالاسر اللي تروح الاستاد ونرجعهم كمان للدوري بس مش لبطوله افريقيا كمان يعني ان شاء الله. واتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. طيب دي كانت بعض طبعا الجماهير من فندق الاقامه في برج العرب. برضو عايز